ضمن منهاج وزارة الإسكان والإعمار، وخطط معالي الوزير الأستاذ بنجين ريكاني بمعالجة موضوع السكن وشحة السكن. تم إحالة عدة مشاريع إلى شركة الفاو الهندسية لتنفيذ مجمعات سكنية، من ضمنها مشروع كربلاء الجزيرة 2. هذا المشروع تقوم شركتنا بتنفيذه، وبلغت نسبة الإنجاز حاليا 88.6% الفعلية. المشروع يتكون من 66 عمارة، 632 وحدة سكنية، مساحة الوحدة السكنية 150 متر مربع، بالإضافة إلى أبنية خدمية. وزارة الإعمار تنهج نهج الحكومة بمعالجة موضوع السكن والطرق، وشركة الفاو هي إحدى هذه التشكيلات التي تعمل بمعية الزملاء والإخوان في الوزارة لغرض تنفيذ مخطط الوزارة.